وتبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود. عبر سمو فيها عن خلص تهانيه وتمنياته لهم بهذه المناسبة المباركة، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بوفر الصحة والهناء، وعلى بلدانهم وشعوبهم باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ الأمة الإسلامية والعربية من كل شر ومكروه.